هذا اليقين حينما تكالبت الأعداء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، وارتد من ارتد عن الإسلام، وإذا بأبي بكر رضي الله عنه يقال له اترك جيش أسامة يحرس المدينة، فيقول والله قسم من قلب بر وصدق ولسان ما حاد إذا نطق، والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج هذا الجيش إلى تخوم الشام ونفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وطبقت السنة واتبع الهدي، فصار رعبا في جزيرة العرب كلها بفضل الله ثم ببركة هذا الإيمان والتسليم واليقين بالله عز وجل. اليقين لا يخذل صاحبه أبدا، ولا يمكن أن يوقع للإنسان لبس أو شك أو مرية. قالوا له أتقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله وقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ما عنده لبس، أمور واضحة، ما يستطيع أحد أن يزعزعه، ما يمكن أحد أن يلبس عليه دينه، خلاص إذا علم الحق ما يلتفت إلى قيل ولا قال أبدا، الأمر عنده واضح بين. فإذا بعمر يقول فما هو، عمر رضي الله عنه الذي ينزل الوحي مصدقا لا في مشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأمام الصديق يأتي خاضعا للحق ذليلا للحق، يقول ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق. لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. كل حق تأتي فيه فتن، تأتي فيه أمور قد تشكك، ولذلك كم تسمع من الفتاوى والغرائب في أشياء ثابتة ليس فيها من شك ولا مرية، لا تستمسك هذا اليقين الذي لا يزعزع به إيمان العبد. فلما جاءوه وقالوا عنده السنة وعنده النص البين من فرق بين الصلاة والزكاة، قتاله ليس لأنهم منعوا الزكاة، لأن الإنسان إذا منع الزكاة ارتكب كبيرة إذا اعتقد أنها واجبة وأنها مشروعة، لكنهم هم يقولون مات الذي نعطي الزكاة له، ومات الذي أمرنا أن ندفع الزكاة له، خذ من أموالهم صدقة تطهر، فجحدوا فرضية الزكاة. فإذا به رضي الله عنه يعلم الحكم ويعلم أصله ويعلم دليله ويعلم منزله من نور البصيرة. أبو بكر رضي الله عنه صديق الأمة الذي وقف المواقف وشهد المشاهد، أبو بكر رضي الله عنه الذي قل أن تقرأ في سيرته فتسمع كلمة من كلماته أو ترى فعلا من أفعاله إلا وجدت شواهد إيمانه بالله واستقامته بالعبودية لله، حتى وقف رسول الأمة صلى الله عليه وسلم في آخر أعتاب هذه الدنيا لكي يشهد على فضله ويشهد الأمة على أنه مقدم عليها. مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وجاء صلى الله عليه وسلم يهادى بين العباس وبين علي رضي الله عنه حتى وقف بجواره، فهنيئا ثم هنيئا لصديق الأمة على المواقف وعلى المشاهد، لكنها ما جاءت بالتشهي ولا بالتمني ولا جاءت بالدعاوى الزائفة.